السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه أودين، ده بيعمل تحليل للصوت روم أكوستكس سوفت وير. البرنامج اهوت ممكن نقول له إن إحنا عايزين نفتح مثلا أوبن روم، فينش روم، أوكي. ممكن نختار أي غرفة منهم، تقدر تلف حوالين المبنى بالشكل دوت. طيب نقدر ان احنا نضيف سورس سيرفر ليست دي المصادر بتاعت الصوت، ودي الريسيفر، تمام. طيب لو انا عايز اضيف اي نقطة باجي هنا واقول له نيو بوينت سورس، هو بيبدأ يعملها بالشكل دوت. هنا لو هتدفع في الاكس والواي واحد واحد فتقدر ان انت تتحرك بالشكل دوت، تقدر تحركها في ال Y أو تحركها في ال X أو تحركها في ال Z زي ما أنت عايز. دي النقطة بتاعتنا. وتقدر إن أنت تدخل ال Sub Directory بتاعتها، الفايل، كل الانفورميشن اللي انت عايزها. ودي 3D دايركت بالشكل دوت، تقدر ان انت تحذفها. وكذلك الريسيفر ديسكريبشن اهمت، الحاجات اللي بتستقبل الصوت، عايزين ندرس الناس اللي هي هتسمع، فتقول له نيو ريسيفر. وبنفس الطريقة بس هنا مفيش انفورميشن كتير لان هو مجرد بس بيسمع، مش هنحدد المواصفات بتاعته. وكذلك ممكن ندخل الماتيريال، بيعمل ايه بقى؟ ماتيريال ليست كل جزء من هنا، هو بيقدر ياخد من كل البرامج، بياخد من سكتش اب، في بلاجن خاص بالسكتش اب، من ريفيت، من اي برامج 3D. تقدر تدخل الموديل بتاعك والراينو طبعا. كل واحدة من دول بتبدأ تشوف الماتيريال، مجرد ان انت تختار هنا الحيطة او الفلور اللي انت عايزها، ومن هنا تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. هو مختار جدا، فتقدر تعمل سيرش على الماتيريال اللي انت عايزها عشان تحدد مقدار العزل وهكذا. المواصفات بتاعت الأوضة، الريفليكشن اوردر وهكذا. بعد كده ممكن تقول له بعد كده بقى انا عايز اعمل الجلوبال استيميت، هيبدأ يعمل اناليسيس. هتستنى شوية لحد ما تبدأ الخطوط تبقى واخدة خط مستقيم. لما تخلص خالص تحس ان هي دي القيم، تقدر تقول له فينش. هي دي جهاز بالشكل دوت، تقدر تشوفها فريكوانسي قد ايه، الفري باس ديستريبيوشن. ممكن نقول له ان احنا عايزين 3D ماتريكس، فيبدأ يعمل لك الاناليسيس بالشكل دوت. تقدر تشوفها ماتريكس بالشكل دوت. طبعا انا بحرك من خلال الاسهم على اساس اشوف التوزيع. هو بيبدأ يجيب واحدة واحدة منهم، ويبدأ يجيب لك الريسيفر. يعني هنا مثلا هو ده المصدر بتاع الصوت، وده الريسيفر سورس بتاعتها. المفروض بقى نشوف هتبقى اكسلنت ولا قد ايه. وده 3D diagram. ده job list، نقدر نحدد كذا عملية يقدر يعملهم في نفس الوقت. نقدر نعمل job description ونحدد ايه اللي المفروض هيتعمل فيه الجوب سنجل جوب ديت، ونقدر نعمل واحدة جديدة. كل واحد فيهم بتعمل مثلا، ده هيعمل multi point، يبدأ يعمل analysis ليهم بشكل دوت.
فبتبدأ تحدد أكتر من مهمة، وتقدر تضيف جوب جديدة، run all jobs، هياخد شوية وقت. وأي تقرير من دول تقدر تعمل عليه select وتاخده كوبي وتروح حاطه في البرنامج بتاع الوورد أو الإكسل، يجيب لك كل القيم اللي أنت محتاجها. طيب عايزين نبدأ نشوف النتيجة، فهنعمل هنا select ونقول له احنا عايزين نشوف الاناليسيس بتاعتها، فيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت. ده 3D source and receiver، ده الانرجي بارامتر، نقدر نعمل عليه select بالشكل دوت للقيم. ودلوقتي هنخش على الاكسل، وهاجي هنا اقول له بيست، فيبدا يحطهم لي بالشكل دوت. وكذلك لو في اي صوره ممكن انت تاخدها تحطها هناك. هنا بيبدا يجيب لي النتيجه، ممكن تسيفه المعلومات ديت. الانرجي بارامتر، البراماتيك، الستكس، وهكذا. طيب ممكن برضو نقول له ان احنا عايزين نعمل ميجر امبوليس ريسبونس الانبوت. ايوه اهيت.